الأحداث بتفاصيلها، القضايا بخباياها، من الوطن والعالم بأسره ننقلها لكم في برنامج مع الحدث أحلى إذاعة مزاج أف أم. بدي أصبح على معالي وزير العمل اللي انحط الأسبوع الماضي بموقف محرج جدا جدا جدا. الله لا أعرف فتحي ولا 5000 جنيه. مع الحدث مع طارق حامد أحلى إذاعة مزاج أف أم. أنا ما بدي أفصل كثير بالموضوع لأنه كل وسائل الإعلام نشرته وركزت عليه. الموضوع باختصار، ابن معالي وزير العمل كتب على صفحته على فيسبوك أنه كان راكب سيارة فخمة، ما بدي أحكي نوعها عشان ما تكون دعاية، وكان واقف على إشارة ضوئية، وفي واحد كان راكب سيارة رخيصة حاول هذا اللي راكب سيارة رخيصة أنه يفتعل مشكلة مع ابن وزير العمل لأنه شخص حاقد على حد وصف ابن وزير العمل طبعا، وغيران هذا الشخص لأنه بيعاني من حقد طبقي. بعد ردود الفعل الغاضبة جدا على تصريحات ابن الوزير اضطر انه يعتذر وقال يا جماعة انا شاب صغير وما معي حق هاي السيارة وهاي سيارة الوالد. طبعا بالامس حاول فريق برنامج مع الحدث انه يحكي مع معالي وزير العمل نضال قطمين، رد علينا المرافق تبع الوزير وقال انه سعدت او معالي الوزير برجع بحكي معكم، وما رجع حكي معنا. احنا كنا ناخذ ايضاح من معالي الوزير من باب انه نسمع كل الاراء. طبعا عمه يعني للشاب او اخوه لمعالي وزير العمل طلع ايضا شبه بيان صحفي وقال يا اخي بما معنى انا قرأته طبعا انه لما شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما قصفت غزة ما قمت هالقيامة يعني، وابن الوزير اعتذر بكل اخلاق عالية، انتوا ليش زعلانين لهالدرجة يعني. أنا بقول لعمه للشاب اللي بدق الباب اسمع الجواب، اللي عارف حاله راح يكتب على فيسبوك والناس كلها تقرأ وبدي اسمع جواب من الناس ليش زعلانين. أنا عارف ده حاجة جنة جدع.